جدا. يعني ازاي ده يحصل من جمهور فريقه كسبان؟ امال لو كان خسران كان ايه اللي حصل؟ يعني ازاي بنتكلم على بلاد متحضره زي اسبانيا وزي روسيا؟ روسيا هتنظم بطوله كاس العالم خلاص في اقل من اربع شهور او خمس شهور، هيبقى الحدث الاهم في العالم كاس العالم في روسيا، فريقك كسبان، ليه تستفز الجمهور الاسباني؟ ليه يبقى في تدخل شرطه؟ الشرطه دي بتحمينا كلنا، بتحمي طبعا فريق اتلتيك بلباو، وبتحمي الجمهور الروسي، وبتمنع الاشتباكات. شايفين طبعا الالعاب الناريه والشماريخ اللي بتتحدف على الفريقين، يعني سواء اتلتيك بلباو طبعا او سواء فريق سبارتاك موسكو. لكن لما يحصل حدث او وفاه بسبب مباراه كره قدم لعسكري او ضابط شرطه، ما اعتقدش ان الاتحاد الدولي او الاتحاد الاوروبي لازم هنا يتدخل ويكون ليه موقف مؤثر جدا. ليه بتكلم على الاتحاد الدولي؟ دي طبعا بطوله مالهاش علاقه بالاتحاد الدولي، لكن الاتحاد الدولي عنده بطوله هينظمها في روسيا 2018، ولازم ياخد بكل الاسباب اللي تحمي بيه الفرق او المنتخبات المشاركه. والاتحاد الاوروبي لازم يكون ليه وقفه مع جمهور روسيا عشان يبقى عبره لغيره ان اي جمهور يحاول يحصل نفس الاعتداء ده، ما اعتقدش ان هو يعني يكمل. لازم فريقه يتحرم من الجمهور، جمهور موجود فقط لمتعه كره القدم عشان يستمتع. شفنا مباراه اشبيليه ومانشستر وزي الجمهور في دخلته عامل دخله مهمه جدا ورائعه، وزي ما احنا عارفين ان كره القدم بدون جمهور ما اعتقدش ان هي هيبقى ليها طعم. ده بالنسبه لليوروبا ليج. نكمل وزي ما احنا ماشيين في محترفينا، فقط محترفينا في الخارج، ومكالمه مهمه جدا اللي كانت مع عمرو مرعي لاعب النجم الساحلي. نروح طبعا لخبر مهم جدا.